حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا من تلفزيون دولة الكويت قناة كويت سبورت. نحييكم ونقدم لكم برنامج كويت وزد. في هذا البرنامج دائما يعني عودناكم على فقراتنا المتنوعة ومساحتنا الحوارية مع أبطال وأيضا مع رياضيين تواجدوا معنا في كل حلقة. وأكيد في البداية لابد أن أرحب بزميلتي ريم إبراهيم. حياك الله ريم، سعيدين اليوم نكون مع بعض وإن شاء الله نقدم حلقة يستمتع فيها المشاهد. يا هلا فيك أستاذ خالد، وأكيد في كل من يشاهدنا عبر القناة الرياضية. إحنا دائما نحاول نقدم للجماهير الرياضية ومحبين الرياضة جميع الإنجازات الرياضية سواء في الخليج أو في الكويت أو في العالم بشكل عام. مثل ما عودناهم الفقرات متنوعة مختلفة، واليوم يمكن راح نتكلم عن الأزرق أيضا، ونحاول إن شاء الله نشوف ما القادم عنده في اللعبة القادمة. خالد، احنا نتمنى اكيد هو مواجهته القادمه امام منتخب فلسطين في الدوحه باكر ان شاء الله. نعم. يوم الثلاثاء الساعه 7، اتمنى انهم يظهرون بصوره افضل من اللي ظهروا فيها امام العمان، خساره الكبيره والثقيله صراحه باربع اهداف، لكن نتمنى ان يقدمون مستوى ويقدمون اداء وايضا يحققون نتيجه من خلال مواجهه الغد امام المنتخب الفلسطيني. أكيد منتخبنا يعني يستعد لهذه المواجهة، وهي مواجهة أكيد أيضا مهمة مثلها مثل جميع المواجهات في المجموعة الثانية من خلال تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. خلونا نشوف تقرير استعدادات منتخبنا لمواجهة الغد. يختتم منتخب الكويت الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة فلسطين غدا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الخسارة الثقيلة أمام عمان بنتيجة 4-0، ويسعى الأزرق لاستعادة توازنه والعودة بنتيجة إيجابية تبقي آماله في المنافسة على بطاقة التأهل. وركز الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي في الحصص التدريبية الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في لقاء عمان، ويأمل بيتسي في إظهار أداء أفضل من لاعبيه بعد أن أقر بأن الفريق افتقد للشراسة والروح القتالية في المباراة السابقة. وشارك جميع اللاعبين في التدريبات بعد تعافيهم من الكدمات والإصابات الطفيفة ليصبحوا جاهزين للمواجهة الحاسمة غدا. من جانبه أجرى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عبد المجيد البناي الفحوصات اللازمة للاعبين للتأكد من جاهزيتهم البدنية، ومع اكتمال الصفوف وضع بيتزي خطة تهدف إلى فرض أسلوبه على المنتخب الفلسطيني منذ بداية اللقاء، والتركيز على تحسين فعالية الهجوم الذي ظهر بشكل ضعيف في المباراة الماضية، حيث لم ينجح الفريق في الوصول إلى مرمى عمان سوى بتسديدة يتيمة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تغييرات تكتيكية، حيث يسعى بيتسي لاستغلال نقاط ضعف المنافس وتحقيق الفوز لإحياء آمال التأهل. وأكد المدرب في تصريحاته أن مواجهة فلسطين غدا تعتبر فرصة جديدة للفريق للعودة إلى المنافسة، مشيرا إلى ضرورة التركيز والانضباط طوال اللقاء. وبالتزامن مع التدريبات، حرص اللاعبون على رفع الروح المعنوية لبعضهم البعض مع إدراكهم لأهمية اللقاء القادم في تعزيز فرص المنتخب في البقاء ضمن دائرة المنافسة على التأهل لكأس العالم. تابعنا معكم تجهيزات الأزرق للعبة غدا إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للأزرق والمنتخب الأزرق والموج الأزرق. دائما خالد احنا نقول جماهير الأزرق وفية،
وان شاء الله بيدعمونا في اللعبه القادمه ونتمنى يكونوا موجودين. يعني هو الامانه يعني خلينا نكون صادقين وواضحين، نعم. جماهيرنا واهل الكويت زعلانين من النتيجه وزعلانين من الاداء اللي ظهر، نعم. في منتخبنا امام منتخب العماني الشقيق، واللي يعني فاز بنتيجه كبيره وثقيله. اللاعبين انفسهم ما هم راضين اكيد، فنتمنى ان اللاعبين يعوضون، يأدون، يقدمون مستوى يليق فيهم كلاعبين، وأيضا يفرحون جماهيرهم ويفرحون محبينهم ويفرحون أهل الكويت من خلال المواجهة القادمة. إحنا ما نقول لازم تفوزون، إحنا نقول قدموا أداء ومستوى، النتيجة توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الأداء والمستوى والشكل اللائق بمنتخب الكويت وفنيلة الكويت يجب أن يعني نشاهدها من خلال أداء مواجهة الغد أمام المنتخب الفلسطيني. مثل ما ذكرت يعني أغلب يمكن التعليقات كانت على أداء المنتخب وليس على النتيجة أو الأهداف. احنا نقول ان شاء الله باكر يكون الاداء افضل، وجميع الثغرات او حتى يمكن الاشياء اللي فيها بعض الاخطاء تكون باكر غير موجوده، ونشوف ازرق بشكل جميل ان شاء الله. نروح خالد ايش رايك الى فقره سبورت ونشوف انجازات كويتيه من نوع اخر. حقق المنتخب الكويتي لكره الصالات تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي المعتمد للفيفا، حيث ارتقى مركزين ليصبح المركز 33 عالميا. اكيد بنشوف المزيد من التفاصيل مع التقرير القادم، ونرجع مع ضيفنا داخل الاستديو كابتن حسين حبيب مدير اداره المنتخبات لكره الصالات. حقق منتخب الكويت لكرة الصالات تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي المعتمد من فيفا، حيث ارتقى مركزين ليصبح في المركز 33 عالميا، وذلك بفضل أدائه الجيد في كأس القارات الدولية الودية التي أقيمت في تايلاند الشهر الماضي. وفي سياق آخر، بدأت تدريبات منتخب الشباب بقيادة المدرب الإسباني برونو غارسيا بمشاركة 16 لاعباً، وحرص المدرب على إشراك المدربين الوطنيين طارق الخالدي وسالم العصيمي في التدريبات كجزء من رؤية لتعزيز الخبرات الوطنية وتمكينهم من المشاركة في تطوير منتخبي الرديف والشباب، كما يتدرب حالياً منتخب رديف الأزرق ومنتخب الشباب يومي الجمعة والسبت كل أسبوع، بهدف تحسين أداء اللاعبين وإعداد جيل جديد يدعم المنتخب الأول في المستقبل. شاهدنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الخاص لمنتخب الكويت لكرة الصالات، وأكيد منورنا اليوم كابتن حسين صالح حبيب مدير إدارة المنتخبات لكرة الصالات. حياك الله معنا في تلفزيون الكويت القناة الرياضية وبرنامج A to Z. يا هلا فيك. الله يحييك، نمسي عليك ونمسي على أسادة المشاهدين ويعطيكم العافية وما قصرتوا. يعني اليوم بنتكلم عن إنجاز كويتي يضاف إلى يمكن إنجازات كويتية في رياضة مختلفة. اليوم لما نتكلم عن إنجاز وتصنيف دولي بالنسبة لمنتخب الكويت لكرة الصالات، شلون يا هذا الإنجاز؟ وبعد نقول كم سنة من العطاء في هذه اللعبة؟ طبعا بالبداية اللي هو التصنيف اللي صار من قبل يومين اللي من قبل الاتحاد الآسيوي، هذا طبعا حديث صار خلال الأشهر اللي طافت، ما تعدى تقريبا 7 أشهر. بالبداية كان تصنيف المنتخب 35 على العالم،
ومن قبل يومين الحمد لله بعد النتائج الإيجابية اللي حققها المنتخب تقدمنا مركزين وصلنا 33. الشيء الجميل ان احنا حاليا بالمركز الاول خليجيا وعلى غرب اسيا، عربيا المركز الثاني، اسيويا السابع، عالميا 33. فشيء يعني على قولتهم ايضا متصدرين سواء خليجيا او عربيا مثل ما ذكرت. احنا في تصدر يعني الحمد لله. نعم. احنا الحمد لله لعبه الصالات حققت انجازات كثيره. إيه. باجتهاد اللاعبين، باجتهادات الانديه الداعمه للعبه، الامور كلها بالنسبه حق الاتحاد الكويتي الداعم لهذه اللعبه. الحمد لله الانجازات قاعد تحقق، خصوصا ان احنا مقبلين على عده امور، خصوصا بعد التصنيف الاخير اللي على العالم. إيه. عندنا كذا مباريات دوليه وديه بالفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بنتكلم عنها اكيد، بس نرجع لموضوع يعني السبب الرئيسي في انه يكون عندنا تقدم في المنتخب الكويتي في التصنيف الدولي. يعني ذكرت انت مركزين، انا اشوفه انجاز يعني خلال فتره وجيزه ممكن. طبعا باذن الله ان شاء الله راح تكون الامور الافضل لقدام. طبعا المركز تقدمنا فيه بحكم مشاركتنا الاخيره اللي كانت في بطوله القارات في مملكة تايلاند اللي حققنا فيها المركز الثالث. طبعا هو النظام كذا ما انت عارفه، كل ما تلعبين مباريات مع منتخبات مصنفه قبلك وتفوزين عليها فراح تتقدمي لقدام. طبعا الامور لقدام راح تكون شوي صعبه، خصوصا ان احنا مقبلين على مباريات مهمه. إيه؟ مباريات دوليه مع مصنفين. وين بتكون ان شاء الله المرحله القادمه؟ احنا ان شاء الله في شهر 11 راح نكون في هنغاريا. نعم. عندنا مباراتين ان شاء الله مع منتخب فنلندا. ومع منتخب هنغاريا المجر. طبعا المنتخب الفنلندي متقدم علينا بالمركز. بالنسبه حق منتخب هنغاريا احنا متقدمين عليه مركزين. فراح تكون المباريات ان شاء الله تكون هذه اسهل شوي التقدم فيها يكون افضل بعد. احنا طبعا الهدف فعلا يكون في التصنيف، ولكن الاهم بعد الفائده من المباريات الدوليه الوديه، خصوصا ان احنا مقبلين على مع لاعبين منتخب مع مدرب جديد توه مستلم. نعم. خلال الفتره اللي طافت، فنتمنى ان شاء الله تقديم المستوى المطلوب ان شاء الله. ودي اتكلم عن جاهزيه اللاعبين، مستواهم ايضا نقول داخل اللعبه بشكل عام، شلون تشوف مستوى المنتخب اللاعب الاساسي؟ انا اتكلم ايضا الموجودين على دكه الاحتياط. طبعا اللعبه هي تبديل مفتوح، فما في لاعب على قولتهم اساسي ولاعب احتياط. نعم. الكل اساسي، الكل يلعب وحسب حاجه الجهاز الفني للاعب. طبعا اللاعبين مثل ما انت عارف يعني كان ممكن بالبدايه تغير المنتخب، كان فترة اللاعبين شوي السن يكون صغير، يبنى اللاعبين الخبرة بفترة اللي طافت، داعمين للاعبين، والحمد لله الانسجام موجود بينهم. طبعا الخطوة الجديدة اللي احنا سويناها اللي هو منتخب رديف. وهو يعتبر منتخب أولمبي. نعم. باستثناء ثلاث لاعبين عمارهم بس تعدى 23 سنة فسميناه منتخب رديف، بالإضافة إلى منتخب الشباب اللي تدربنا في خلال الأسبوع الحالي يومين بالأسبوع. نعم. والهدف هذا منها طبعا كلها أن, 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 أن الرؤية الجهاز الفني مع رؤية الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللي هي رؤية كأس العالم 28. نعم. إن شاء الله نشوف المنتخب الكويتي فعلا ينضم إلى كأس بإذن العالم بإذن الله إن شاء الله. نعم. بالأعمار اللي موجودة وحسب الدراسات اللي قاعد يسويها الجهاز الفني، فالهدف طبعا أكيد 26 كأس آسيا، ولكن الوصول لكأس العالم 28. نعم. يعني إن شاء الله محتاجين اجتهاد أكثر للوصول إلى نقول تصنيف أعلى في المقبل من الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله. طبعا التصنيف مهم بحكم أنه يعني مثل ما تعرف أي بطولة بتشاركين ودية أو صحيح. رسمية. نعم. يشوفون التصنيف وعلى موجب التصنيف راح يحطونك بأي مجموعة. فجدا مهم. يعني احنا ما نتكلم ان احنا مثلا على سبيل المثال أول خليجيا وغرب آسيا، ثاني عربيا. نعم. بالإضافة إلى بآسيا السابع، فهذا شيء يعني ان شاء الله وهذا يخلي المنافسه تكون اقوى واصعب. يعني أي طبعا يعني اكيد حتى المواجهات تكون صعبه نوعا ما. انت الحين فتحتي الطموح للاعبين. أي. للاعبين والجهاز. نعم. الفني ان شاء الله بالمستقبل باذن الله ان شاء الله يلبون الطموح، وان شاء الله يكون بعد مراكز احسن ان شاء الله اكثر. نعم. واكثر. قبل ما يمكن نتكلم ايضا عن المنتخب، انا ودي اتكلم عن الجمهور، الحضور اللي نشوفه. يعني انا شخصيا شفت حضور جميل جدا لكره قدم الصالات، حب الجمهور لهذه اللعبه يعني حضوره بعد. طبعا هي اللعبه تعتبر لها شعبيه. نعم. لها على قولتهم ناسها. دعم احنا شايفين خلال الفتره اللي طافت. طبعا كل ما تحققين انجازات كل ما الاقبال يكون افضل وافضل. نعم. عندنا باللعبه فيها ثلاث مراحل سنيه، الفريق الاول شباب وناشئين.
الطموح الشباب يوصل للفئة اللي قبله والشباب يوصل للفريق الأول، فتشوفين الجماهير تكون حافزة دائما خصوصا بالنهائيات ما النهائيات. أما بالنسبة للمنتخب فللأمانة يعني إحنا خلت طول البطولات اللي شاركنا فيها وتقام في الكويت في كأس آسيا كغرب آسيا صارت أو كأس الخليج الحمد لله كانت الجماهير موجودة تفول. أي نعم كنا نشاهد من خلال القناة أيضا يعني ما شاء الله جمهور كبير. قاعد أقول يعني هل هي الشعبية مثل ما ذكرت هذه الكرة أو متابعة أيضا اللاعبين؟ هم طبعا الحافز الأول والإنجازات أكيد هم الحافز الأول الجمهور، طول ما أنه يكون موجود ويحضر وهذا حيكون داعم للمنتخبات ولجميع اللاعبين. نعم التصنيفات القادمة اللي عينكم عليها يعني إن شاء الله بعد مثل ما ذكرت عندكم فنلندا وبلغاريا صحيح؟ صحيح. بعد ذلك إن شاء الله لو حصل الفوز في تغيير راح يكون بالتصنيف القادم؟ هو طبعا التصنيف راح يكون مو على طول، راح يكون خلال فترة أشهر وبعدين راح يقيمون الاتحاد الدولي التصنيف الجديد. يعني إحنا ما ذكرت إحنا مقبلين فعلا على مباراة فنلندا بتاريخ 5 نوفمبر وتاريخ 6 نوفمبر مع هنغاريا، بالإضافة راح نوصل إن شاء الله للكويت تاريخ 7 وشهر 12 ديسمبر راح تكون إن شاء الله معنا مبارتين مع منتخب اليابان بالكويت إن شاء الله. هذه راح تكون أي تاريخ تقريبا يعني؟ تاريخ 14-16 ديسمبر إن شاء الله راح تكون في الكويت. أجواء زي ولكن ننتظر بس حاليا الموافقات الأخيرة حتى تعتمد من الاتحاد الدولي. نعم أيضا نشوف يعني هل ممكن يكون هناك تغييرات في استراتيجية الفريق فنيا بعد هذا التقدم؟ يعني ما شاء الله أنتم مثل ما ذكرت أحرزتوا تصنيف ولكم نقول فوز ومباريات كثيرة، بس ما بعد هذا الفوز في تغييرات ممكن تحصل؟ طبعا التغييرات اللي صارت مثل ما الكل عارف احنا تعاقدنا بالفترة الأخيرة الاتحاد الكويتي مع الجهاز الأسباني المدرب برونو غارسيا. نعم. يعتبر من المدربين المميزين على آسيا وحقق إنجازات بالفترة اللي طافت سواء كان مع منتخب فيتنام في 2016 اللي هو كأس العالم وفي 2018 مع منتخب اليابان لحد 2022 والستاف اللي معاه، بالإضافة إلى بالفترة هذه إحنا داعمين مع الجهاز الفني كان يكون مساعد أحمد العصفور المدرب الوطني، وبالإضافة إلى علي ضيف الله حق منتخب الشباب. وبنفس الوقت بالتدريبات بالفترة اللي طافت يمكن إحنا فتحنا شيء جديد كمعايشة المدربين الوطنيين مع الجهاز الفني. نعم. في التدريبات اللي راح تكون في الكويت وللأمانة يعني هذه خطوة بإذن الله راح تكون إن شاء الله إيجابية. إن شاء الله. نعم. والحلو بالموضوع أن الأندية للأمانة يعني اللي اجتمعنا معها بالفترة اللي طافت وعطيناهم الخطة والأمور هذه كلها هم داعمين لهذا التوجه وداعمين بالنهاية داعمين. نعم. للمنتخب أكيد يعني بالنهاية مثل ما ذكرت استقرار الفريق أيضا فنيا إداريا مع المنتخب هو يحرز الإنجازات إن شاء الله بإذن الله. نعم. إن شاء الله بدعمكم بدعم الجماهير بدعم الإخوان اللي في الهيئة اللي فعلا ما قصروا خلال الفترة اللي طافت بدعمهم. طبعا نطمح للأفضل. هناك صج في بعض العوائق اللي مثلا البسيطة ممكن نعرف هالأشياء اللي هي العقبة بالنهاية اللي هي يعني إحنا عادة نعاني من الصالة. أي نعم موضوع الصالات المنشأة لحد الآن يعني إحنا بالتدريبات قاعدين نعاني منها. حتى النظام الدوري حاليا قاعد يتأخر ولكن كله بدعم الاجتهادات الأندية اللي قاعد تعطي. احنا يعني نتمنى كنا يكون في منشأة خاصة فينا وبإذن الله إن شاء الله مستمرين فيها نفس ما ذكرت لك بدعم الإخوان في الهيئة سواء هيئة الشباب وهيئة الرياضة برئاسة اخوي بشار عبد الله. ان شاء الله نلبي له الخطوة هذه الإيجابية راح تكون على اللعبة وعلى جميع المراحل والجماهير وكلنا امل اكيد في منتخبنا يعني الكويتي الأزرق لان دائما هناك نقول إضافات لكل لعبة جديدة يدخلها الأزرق هو يضيف لها بالنهاية في أي لعبة. أنا ودي أسألك أيضا عن الخطط المستقبلية إن شاء الله للمنتخب لتعزيز المكانة أو التصنيف الدولي ما بعد لعبة اليابان، أيضا في شيء قادم؟ طبعا كبطولات رسمية لحد الآن ما في، يعني عندنا أقرب بطولة هي تصفيات كأس آسيا. نعم. اللي راح تقام إن شاء الله في 25 تصفيات. طبعا راح يكون الإعداد حق التصفيات بشكل مكثف بالإضافة إلى المباريات اللي هي ضمن أيام الفيفا دي اللي راح تكون في يناير 25 وفي أبريل 25 بالإضافة إلى الفترة الصيفية اللي راح نقيم إن شاء الله فيها معسكر خارجي إعدادا حق التصفيات إن شاء الله. شكرا لحضورك اليوم معنا في برنامج A to Z وإحنا متابعين لكم إن شاء الله هذه الألعاب أول بأول. ألف شكر لك إن شاء الله. مشكورين ما قصرتوا وعلى دعمكم للعبة وقواكم الله. شكرا لك. أيضا شكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة برنامج A to Z. وصلنا إلى ختام
فقرة سبوت، وننتقل معاكم إلى فقرة ما بعد النشر مع زميلي خالد، وبعد هذا التقرير إن شاء الله بنتابع معاكم ضيف اليوم. انطلقت عجلة الدوري الكويتي الممتاز في يوم الخميس والجمعة في ملاعب الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم بقمم ومباريات مشتعلة منذ بدايتها، وحقق العربي فوزه الأول على نادي بورغان بمباراة قوية وتقارب بالأداء بشكل كبير، وانتهت لصالح الأخضر بفارق هدف واحد بنتيجة 24-23 هدف. وفي مباراة أخرى لعب نادي الكويت صاحب كأس الاتحاد وحامل اللقب الموسم الماضي ضد نادي القرين، وتفوق الأبيض بأدائه لينتهي اللقاء بنتيجة 33-29 لصالح الكويت. اصطدم القادسية مع الفريق الأول بنادي النصر لكرة اليد والعنابي، قدم أداء كبيرا في شوطين اللقاء ليحسم الفوز له بنتيجة 30-26 هدف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأكيد فقرة ما بعد النشر. كل الشكر لزميلتي ريم إبراهيم وأيضا ضيفها العزيز الكابتن حسين صالح حبيب مدير المنتخبات لكرة قدم الصالات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وأكيد يعني الحديث في ما بعد النشر أكيد عن الجولة الأولى من الدور التمهيدي للدوري الكويتي لكرة اليد اللي انطلق من خلال طبعا تواجد 7 مباريات تابعناها، وكانت هناك نتائج سنتحدث عنها تفصيليا ونتحدث عن الأمور الفنية من خلال هذه الجولة الأولى مع ضيفنا الكابتن حامد العمران المحلل الفني للقناة الرياضية. حياك الله أبو خالد، سعيدين بتواجدك في برنامج اي تو زد فقرة ما بعد النشر، وإن شاء الله نستمتع معك بالحديث عن الجولة الأولى من الدوري الكويتي. مساك الله بالخير، أمسي عليك بالخير أخوي أبو معاذ، ومسي على الأصطاف كلهم كاملين، وإن شاء الله نقدم شيء للمشاهدين إن شاء الله يستفيدون منه. نعم. في البداية بس أنا ودي أوضح نظام الدوري لهذا الموسم مثل الموسم الماضي، لعب من دور واحد، دور تمهيدي سيكون من 14 فريق، كل فريق راح يلعب 13 مباراة. بعد انتهاء الدور الأول والدور التمهيدي ستقسم الفرق من الأول إلى السادس، يلعبون دوري ممتاز ومنافسة على المراكز الثلاث الأولى، لقب الدوري والمركز الثاني والثالث، وكذلك من المركز السابع وحتى مركز 14 سينتقلون لعب للدوري الدرجة الأولى ومنافسة أكيد في هذا الدوري. جميع الفرق ستأخذ معاها النقاط التي جمعتها من خلال الدور التمهيدي. كابتن حامد العمران أبو خالد، يعني نفس النظام الموسم الماضي، هل يعني هو مناسب؟ يعني في البعض يقول يعني ممكن يكون في فارق خصوصا في النقاط، يعني ممكن المركز الأول أو الثاني يكون بعيد عن المركز السادس، ففي كلام ليش أو في مقترحات مثلا ممكن يقول لك بدون نقاط، أو يعني طالما أنه تعب موسم أو دور أول ليش ما يكون يعني أخذ 3 نقاط الأول والثاني نقطتين والثالث نقطة حتى يكون في منافسة ما بين جميع الفرق؟ طبعا انت دائما الهدف انك يعني توجد المنافسه. صحيح. في 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 البطولات، وتحاول قدر الامكان ان تكون المنافسه موجوده للنهايه. المنافسه اذا موجوده للنهايه صالح كره اليد الكويتيه بالنهايه ولصالح الفرق. صحيح. واستمراريه. صحيح. في التدريب، يعني اليوم انا فريق يكون برا المنافسه، وجوده زي عدم على قولتهم في اخر
لان هي ثلاث اقسام راح يلعبون، الفرق السته راح يلعبون على ثلاث اقسام، القسم الاخير ما عنده اي 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 يعني منافسه، لا عنده هبوط وصعود ولا عنده انه ينافس على المركز الاول، فبالتالي راح تكون تحصيل حاصل مبارياته. التحصيل الحاصل هذا شلون تنعكس؟ تنعكس على ان هم اللاعبين ما يتمرنون بشكل جدي مع الفريق على اعتبار انهم خارج المنافسه، فنتمنى من لجنه المسابقات الاتحاد الكويتي لكره اليد يدرس هذه الامور، يعطيني اياها في الموسم الجاي لما يعطينا مثلا دراسه، يعطينا دراسه كامله، يحط لنا هبوط وصعود عشان تكون منافسه لاخر مباراه، السته اللي فوق انا اشوفها مو كافيه، يعني ليش ما خليتها انت ثمانيه عشان تخلي اللي تحت ينافسون اكثر على الصعود مع الفرق الثمانيه فوق يعني او السته اللي فوق، فعط فرصه اكبر للاحتكاك، لان لما ينزلون من السابع لل 14 ما في طموح لا في صعود ولا في تحديد المراكز، شيء عادي يعني طبيعي ما راح يحصلون شيء عليها، لا ميداليات ولا على مراكز اولى ولا على امور ماديه، فبالتالي راح تكون مباراه الدرجه الاولى ولا في نقل اصلا تلفزيوني، فراح ما يكون في حافز عند اللاعبين تحت، خصوصا ان بعض الانديه اللي تحت تلقى عندك لاعب لاعبين موجودين في 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 المنتخب صحيح. فبالتالي اذا هذول اللاعبين ما يلعبون او يوجدون عندهم حافز للمنافسه راح ينعكس عليهم هذا ايضا باكر بالمنتخب، فبالتالي اتمنى من لجنه المسابقات باتحاد كره اليد دراسه هذا الوضع ووضع برنامج صريح، مو موسم واحد يعني عطني اياه لموسمين ثلاث اربع على اعتبار ان كل الفرق او كل انديه تعد نفسها لهذا الشيء، استقرار يكون في الدوري واستقرار طبيعي يعني مو اليوم انا عندي درجه اولى درجه ثانيه باكر ما عندي درجه اولى، اليوم سته فوق باكر سته ثمانيه فوق، هذا الامور هذه الامور مو صحيحه، يجب ان يراعيها الاتحاد الكويتي للكره خصوصا نحن يعني نشوف في تطور يعني بالنسبه لمنتخبنا، نشوف يعني منتخبنا واصل كاس العالم، منتخب ناشئين واصل كاس العالم، يعني في 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 حراك جميل في كره اليد، لذلك احنا نتمنى انه يكون في منافسه اكثر واقوى صحيح. من خلال الدوري لان بالتالي انعكاسه على المنتخب. كابتن حامد العمران، انطلق الدوري الكويتي، يمكن احنا تابعنا طبعا كاس الاتحاد لكره اليد واللي تفوق في نادي الكويت للمره 11 على التوالي و14 بتاريخه، وكان هذا من الموسم الماضي مؤجل، قبلها كان عندنا بطوله الانديه العربيه، كذلك الكويت استطاع ان يحقق البطوله. اليوم من خلال الجوله الاولى شلون شاهدت الفرق من خلال الاداء الفني لجميع هذه الفرق المتواجده في الدوري؟ يعني شوف غالبا ما تكون يعني حتى ليش مثلا اليوم فريق الكويت يفوز، ليش فريق السالمي قاعد يفوز؟ لانه كان عنده هناك مباريات خارجيه، فبالتالي كان يكون هناك استعداد مبكر لهذه الفرق، فبالتالي اليوم يدش البطوله بقوه منذ البدايه، اذا دش البطوله راح يحصد النقاط وراح يتم موجود في المنافسه بشكل دائم الى نهايه من نقول الدور التمهيدي، فبالتالي اليوم احنا من خلال ما شاهدناه في 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 الجوله الاولى المستوى دون المتوسط للامانه، هناك فوارق ما بين الفرق، هناك فرق قاعد تشارك لمجرد المشاركه، وهناك فرق تشارك من اجل المنافسه، وهناك فرق تشارك من اجل الصعود مع السته اللي فوق بالدوري الممتاز، فبالتالي هناك يعني ما تضحك الصوره بشكل كبير، ولكن من خلال الجوله الاولى نقول احنا المستوى دون المتوسط دون المتوسط بالنسبه للفرق. شو الاسباب؟ اسباب الانديه نفسها، الفرق يعني ما في اعداد، ما في اهتمام، ما في يعني دعم وطموح ومنافسه، مثل ما قلت لك يعني هناك بعض الانديه قاعد تشارك لمجرد المشاركه، ايضا هناك الاعداد المتاخر دائما من قبل الانديه، يعني احنا في الدول الخارجيه تلقى 12 شهر السنه 11 شهر هناك تمارين، احنا مجرد ما ينتهي الموسم شهر 5 لغايه شهر 8 او شهر 9 يلا يرجع الفريق، اربع شهور انت برا في راحه سلبيه فبالتالي انت على ما تعود مره ثانيه لمستواك تعود للتدريب الا من رحم ربي، يعني بعض اللاعبين هم حريصين على نفسهم تلقاهم خلال الفتره هذه هم يتمرنون يعملون او يزاولون الرياضه بشكل بدني فقط وليس فني، فبالتالي قد يكون جاهزين من الناحيه البدنيه ولكن الفنيه يحتاجون إذا كان هناك لاعبين، هناك طبعا في بعض الأندية لاعبين محترفين المرة الأولى يجون، فبالتالي عشان أنت تندمج معاهم يبي لك وقت في الاندماج، لاعبين المحترفين على ما يشوفون الفرق الكويتية يعرفون شلون يتعاملون مع اللعب أو اللاعب الكويتي أو الدفاع الكويتي، فبالتالي ياخذون وقت، فهذا الأمر راح نشوف احنا تدريجيا صعود في مستوى المباريات مع مع توالي المباريات. احنا كنا خذينا بشكل عام لكن الان بنروح يعني لبعض المباريات اللي تابعناها من خلال الجوله الاولى، وانا ببدا مباراه العربي وبرقان. يعني العربي من بدا في كاس الاتحاد نشوف يمكن المباراه الاولى مع خيطان يمكن فاز في اخر 12 ثانيه تقريبا سجل هدف وقدرنا يخطف فوز من خيطان وتاهل الى ان وصل مباراه النهائيه، خسر مباراه ثانيه، لكن دخوله في الدوري
كان امام برقان، برقان احنا نعلم من هو فرق المنافسه دائما متواجده مع السته، كذلك العربي، لكن نشوف العربي استمر بتحقيق النتائج الايجابيه بالنسبه له. العربي من الفرق المهتمه في كره اليد للامانه، وايضا هناك مدرب للامانه يعرف كيف يتعامل هو الدكتور احمد فولاذ مع المباريات الحساسه والمباريات، ويعرف الدوري الكويت جيدا. في بطوله الكاس كان مع كاظمه، استطاع ان يتفوق على كاظمه على الرغم من ان كاظمه كان هو مرشح للوصول للمباراه النهائيه، ولكن احنا لقينا ان فريق العربي قدم اداء جدا عالي واستطاع ان يوقف الخطوره في لاعبين كاظمه. وانت لما توقف مثلا انور بن عبد الله هداف البطوله العربيه، هداف البطوله العربيه قبل كان بايام صحيح. مع السالميه اعاره، راح مع السالميه، فلما لعب مع كاظمه لقيناه مسجل هدف او هدفين طول 60 دقيقه، فهذا يعني هذا يعطيك انطباع ان هناك عمل مدرب صحيح. في 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 تحضير قبل المباراه، في تحضير جيد من خلال محبوب سالم اللي راقب انور بن عبد الله بشكل ايجابي بالدفاع وحسن الجانب الدفاعي واستطاع ان يتفوق فريق العربي. هناك مثل ما قلت لك الكابتن احمد فولاذ للامانه يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، حتى لو عنده نقص يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين. من ميزه الكابتن احمد فولاذ انه لا يحسب حساب الاوقات، يعني لما يجي المباراه ما يقول والله انا 15 دقيقه ولا الشوط الاول، لا يحسب حساب 60 دقيقه، يعرف كيف يتعامل مع 30 دقيقه الاولى ويعرف شنو يغير في 30 دقيقه الثانيه عشان يحافظ على مستواه ويحافظ على تفوقه. في اللي شاهدناه في مباراه العربي ومباراه برقان كان هناك الامانه تكافؤ في من قبل الفريقين، لقينا ان هناك في قراءه جيده من الكابتن حسين حبيب اللي هو مدرب فريق برقان، وايضا قراءه جيده من الكابتن احمد فولاذ. ولكن هناك شو تصير الفوارق؟ الفوارق تصير ببعض الحظوظ وبعض الانفرادات ونقول احنا تالق لحراس المرمى، انا اوصلك للمرمى الحارس صحيح. لما يصد، فبالتالي هناك توفيق من قبل الحراسه. لقينا ان هناك في تارجح ما في النتيجه، يتقدم برقان ثم يتقدم العربي، يتعادل ويتقدم، يوصل ثلاثه فريق العربي، نلقى برقان انه يعود للتعادل ويتقدم. فمعناتها انت لما تشوف النتيجه كذي ابو معاذ، معناتها انه في عمل مدرب موجود، وانا اثني على الامانه المدربين الوطنيين حسين حبيب واحمد فولاذ. في مباراه البرقان البعض يقول ان الياباني مثلا اللي هو مغترب في برقان لم يقدم المستوى المطلوب او لم يسجل، مو اليوم مو شرط اللاعب انه يسجل عندما يقود الفريق بلعب جماعي، هذا هو المهم، هو هذا هي صانع الالعاب. احنا ليش نقول صانع الالعاب؟ على اساس انه يكون عنده فيه اسس. فبالتالي هذه المباراه كانت من اجمل مباريات الامانه، واحنا كنا شخصيا احنا كنا في الاستوديو التحليلي انا والكابتن اسماعيل وعبد الله حسين، كنا نتمنى ان المباراه تنتهي بالتعادل للامانه، لان كانت مباراه جميله والفريقين كل من صحيح. يتفوق على الاخر في بعض الاوقات، وكانت هناك قراءة للمدربين وكانت هناك نجوميه لبعض اللاعبين، فكنا نتمنى ان تنتهي بالتعادل لان الفريقين كانوا يستحقون على الاقل بنقطه. نعم. نروح المباراة الكويت والقرين. الكويت فاز على القرين 33-29. الكويت يعني بدا ما شاء الله، الكويت يعني مهيمن على كره اليد الكويتيه، متسيد جميع البطولات السنوات الاخيره الاكثر من 10 سنوات تقريبا. لكن اليوم الكويت لما ياخذ بطوله عربيه بعدها كاس الاتحاد مباشره، بطولتين متتاليتين، ويدخل في اول مباراه في الدوري، يعني انا استغربت ان الكويت يعني يدخل عليه 29 هدف. يعني ما عهدنا على الكويت انه يسجل عليه هالعدد الكبير من الاهداف. هل هو كانت نقول نشوه الفوز بالبطولات بالنسبه للاعبين، ام القرين لا قدم مستوى وفريق يحترم وادى اداء كبير واستطاع انه يحرج الكويت في بعض فترات المباراه؟ شوف الكويت اليوم كابتن هيثم رشيدي مدرب الفريق يتعامل مع الفريق او يتعامل مع المباريات وفق المباريات. اليوم انا جاي عندي اعداد، يعني اول فريق مثلا يكون عنده اعداد طويل للمشاركه في البطوله صحيح. العربيه، وراح يشارك في البطوله الاسيويه. فاليوم انا مو مطلوب مني اني انا ارهق لاعبيني، انا اخذ المباراه باقل مجهود. من خلال عندي لاعبين، عندي 16 لاعب كلهم بمستوى واحد صحيح. وعندي ايضا لاعبين ناشئين طالعين من فريق تحت 19 سجل منهم واحد او اثنين من خلال هذه المباريات. فبالتالي اليوم مو مهم عندي انا اني اخذ بالفارغ الكبير او اطلع بالفارغ الكبير، المهم عندي اني انا اخذ المباراه والعب واطبق بعض الامور واعطي فرصه لجميع اللاعبين للمشاركه في مثل هذه المباراه اللي المفروض تكون من جانب واحد كون انه فريق. لكن بالمقابل ايضا فريق القرين اجتهد للامانه من خلال اللاعبين الناشئين، شفنا هناك حماس من قبل اللاعبين، سيد حسين مسوي لاعب سنتر،
هذا اللاعب اللي كان طالب بالخارج اليوم تخرج بدأ يلعب مع الفريق، وهو لاعب منتخب الشباب كان بالفترة السابقة، لقينا يؤدي أداء جدا عالي، كان هناك قيادة يعني جيدة للفريق، هناك قراءة جيدة من المدرب، هناك لاعبين فرج السالم بالجناح اليمين لاعب صغير 19 أو 20 سنة، عنده لاعبين صغار فريق نادي القرين عبد الهادي حاجية لاعب ايضا عمره 19 او 20 سنه، فاللاعبين الصغار ذي لما يلعبون امام هؤلاء النجوم بنادي الكويت يحاولون قدر الامكان اثبات نفسهم صحيح. من خلال التفوق والتسجيل. كانت المباراه يعني تفوق لنادي الكويت للامانه طوال المباراه، ولكن كان هناك محاوله للاعبين فريق القرين ومدربهم لتقليص الفارق ونجحوا في هذا. يعني احنا نقول بالنهايه فريق القرين طلع بهذه النتيجه تعتبر نتيجه جدا ايجابيه وتحفز الفريق للمباراه الاخرى. انا بروح مباراه القادسيه والنصر، فوز النصر على القادسيه في اول مواجهه وسلسله النتائج المخيبه للامال لفريق القادسيه، يعني على مستوى شفناه حتى لو وصل الدور نصف النهائي في البطوله العربيه وكان متواجد في هذه البطوله وحقق المركز الرابع، خرج من في كاس الاتحاد من البطوله امام فريق كاظم، اليوم في اول مباراه امام النصر ايضا يخسر فريق القادسية ب 36-26. أنا ودي تكلمني في هالمباراة، تعطي النصر حقه من خلال أدائه، وكذلك تشرح لي القادسية وضعه اللي قاعد نتابعه من خلال المباريات الأخيرة للفريق. يعني أنت اليوم لو أسألك تقول أقول لك النتيجة هاي تعتبر مفاجأة؟ تعتبر مفاجأة بالنسبة لك، بس بالنسبة لك محل مو مفاجأة. المفاجأة متى ما فاز القادسية في هذه المباراة، تخيل. ليش؟ قل لي ليش، شو الأسباب؟ أقول لك لما يغيب فريق كامل 6 أو 7 لاعبين عن هذه المباراة، من الطبيعي ويلعب لاعبين لأول مرة في مراكز لأول مرة في هذه المباراة، من الطبيعي أن يكون للنصر التفوق. قد يمر بظروف إصابات، يمر بظروف عنده خلينا نقول إحنا الإصابات، عنده فلادان إصابة وهو المحترف اللي يعتمد عليه بشكل كبير وهو صاحب اليد اليسرى، وعنده إصابة على العزيز السالمين وهو اللاعب الأساسي في المنتخب الكويتي كصانع ألعاب، وايضا عند اللاعب محمود علي وهو لاعب اشول في الجناح اليمين ولاعب اساسي، اضافه الى عند ايقافات مبارك الخالي وهو لاعب مهم بالدفاع وفي الجناح الشمال، وايضا حسن المهدي لاعب مهم بالدفاع، هذين الاثنين ركائز الدفاع في نادي القادسيه وعنده ايقاف سوف يعود، وما زاد الطين بله انه هو اللاعب عبد الله الحجر في الدقيقه 10 وهو اللاعب الاعسر الثاني اضافه الى عبد الوهاب المزين يحصل على كرت احمر نتيجه لدفاعه بشكل خاطئ. فبالتالي انا يعني وجهه نظري سلافكم مدرب الكرواتي مدرب نادي القادسيه لا يلام في مثل هذه الظروف، وكان فوز القادسيه يعتبر مفاجاه في غياب 6 أو 7 لاعبين في هذه المباراه، اضافه الى عبد الله الصفار وهو حارس مرمى اصيب قبل المباراه بيوم. هناك لعنه البطوله العربيه قاعد تلاحق فريق القادسيه من خلال بطوله الكاس والاصابات، يعني الخاسر الاكبر للامانه من البطوله العربيه هو فريق القادسيه من خلال إصابات لاعبين في هذه البطولة وخروجه من بطولة الكاس، كان هو أحد المرشحين المفروض، وأيضا اليوم نلقاه يخسر أمام فريق النصر في الجولة. فريق النصر اجتهد للأمانة، لاعبين عنده جدا مميزين قاعد يوظفون بشكل إيجابي من خلال مدرب الفريق اللي هو كارفو، وإضافة إلى أن وجود محترف محمود نعمان وهذا يعتبر من أفضل اللاعبين صراحة، يعتبر من المحترفين السوبر. وإحنا شفناه حتى في البطولة العربية أدى أداء جدا عالي. مع الحشد العراقي. عندما راح يعارض مع الفريق العراقي. قدم مستوى جدا عالي وكان هداف من أبرز الهدافين. إضافة إلى عندهم مصطفى الحاج وهو جزائري أيضا لاعب مصوب من خارج 9 متر. إضافة إلى التشكيلة الموجودة. لقينا ان فريق النصر يؤدي اداء عالي، تقدم في المباراه منذ البدايه وقاد هذه المباراه، وصل بفارق الى 4 أو 5 أهداف. استطاع القادسيه وفق الامكانيات اللي عنده سلافكم ان يغرق المباراه في بعض الاحيان بانه يلعب بدون حارس مرمى 7 لاعبين ويضع لاعبين 2 على الدائره عبد الله عطيه ومحمد الصانع. نجح في هذه الطريقه في نهايه مع نهايه الشوط الاول، وهو ما اعطى عبد الله فاروق فرصه للتصويب من خارج 9 متر وتسجيل 9 أهداف من 13 هدف للقادسية، معناتها نجح الكابتن سلافكوف في القراءة، ولكن هناك مدرب آخر بالفريق الآخر قرأ هذه السلبية وحاول تصحيحها أو صححها في الشوط الثاني من خلال المقابلة المبكرة للاعبين الخط الخلفي، واستطاع أن يخرج فريق النصر بهذه المباراة، ولا تعتبر هذه النتيجة مفاجأة، نتيجة لظروف فريق نادي النصر. النصر أعتقد الموسم الماضي كان نافس على 6 لآخر كان السنة اللي فاتت والسنة اللي كان ينافس على 6 إنه يصعد. واضح إن في عمل في نادي النصر. فهناك عمل أمانة يعني فلاح
فلاح الزعبي الأمانة كمدير للعبة قاعد يبذل مجهود جدا، فالح الزعبي قاعد يبذل مجهود جدا عالي، مناور دهش كونه رجل فني نعم موجود في النادي قاعد يبذل أيضا مجهود جدا عالي، فبالتالي الأمانة يعني هذا المجهود قاعد نشوفه من خلال ترجمة مو فقط على الدرجة الأولى، أيضا المراحل السنية بدأت تصعد لمنصات التتويج بنادي النصر نتيجة مجهود هؤلاء. نعم أنا يعني بما أن نتكلم عن القادسية أيضا بشرك كاظمة، يعني القادسية وكاظمة نشوفهم يعني محيرين صراحة كابتن حامد العمران من خلال السنوات الأخيرة، يعني شوف يعني نتائج متذبذبة ما في يعني نتائج بشكل كبير، يعني كاظمة مثلا عنده استقرار فني واستقرار أيضا على مستوى اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين، ومع ذلك تشوفه محير ومتذبذب. القادسية كذلك يمكن بعد ما غير المدرب إلى المدرب الكرواتي ستافكو الموسم الماضي استمر معه في نفس يمكن ظروف القادسية أنت شرحتها بشكل كبير، لكن كذلك كاظمة نشوفه محير كابتن حامد. نعم يعني كاظمة عندهم صراحة فعلا مثل ما قلت أنه محير، رغم أنه وجود المدرب بوزو اللي كان استقطبوه من فريق نادي القادسية وكان هو من المدربين الجيدين يقرأ المباراة بشكل إيجابي، ولكن هناك فردية كبيرة في فريق كاظمة للأمانة، إضافة إلى أن هناك مثل ما أصابت اللعنة على قولتهم فريق القادسية لعنة البطولة العربية أيضا أصابت أنور بن عبد الله، أنور بن عبد الله من هداف بطولة في البطولة العربية وبذل مجهود جدا عالي، لقينا أن المجهود اللي بذله يعني هذه كأنها هي تكون نقطة سلبية أو إيجابية، يعني تعطي فريق كاظمة مثلا أن أنا باكر ما أعير لاعبين لفرق أخرى عشان أنا أحافظ عليهم، ما يكون هناك إرهاق، ما يكون هناك تفاوت في المستوى، فبالتالي فريق كاظمة فعلا محير. احنا دائما من سنين نقول المنافس الوحيد قد يكون لفريق الكويت هو فريق كاظمة من خلال وجود صف اول وصف ثاني، ولكن من خلال الاداء في الملعب نجد هناك عدم استقرار من قبل اللاعبين، رغم ان هناك لاعبين من يعني يملكون الخبره الكبيره في فريق كاظمة، ولكن لا نرى هذا الاستقرار عندهم، قد يكون هناك امر ما ادري شنو عندهم للامانه، يعني ما نقدر نطلع الاسباب، امر محير للامانه، يعني وجود هاللاعبين وجود هذا المدرب ونلقاهم يوم يعني بمستوى عالي ويوم بمستوى اقل، فهذا الامر يجب اللاعبين انهم يشوفون وين الخلل عندهم على اساس يعالجونه في المرات المقبله، رغم ان عمر الملة كمدير للعبه مو مقصر مع الفريق للامانه من خلال المتابعه، واليوم سالم عبد السلام بيوسف عمر الملة اتجه الى القدم، لكن هو عمل بشكل ايجابي في اليد، فكلف اليوم سالم عبد السلام انه يقود اللعبه موجود فيه، سالم عبد السلام قاعد يجتهد فان شاء الله جهوده تاتي يعني بثمارها. نعم اليوم ان شاء الله انطلاقه الجوله الثانيه من الدوري الكويتي لكره اليد، سيكون هناك ثلاث مواجهات، المواجهه الاولى تجمع الفحيحيل وبرقان، والمباراة الثانية خيطان والعربي، والثالثة اليرموك والنصر. اليوم ما شاء الله يعني مواجهات إن شاء الله راح تنطلق الساعة 4:30 المباراة الأولى الفحيحيل وبرقان، والمباراة الثانية أيضا الساعة 6 والثالثة الساعة 7:30. رأيك يعني في هالمواجهات؟ يعني شوف اليوم احنا قلنا لك احنا في البداية يختلف الطموح ما بين الفرق الستة اللي مشاركة او اللي راح تلعب اليوم، يعني فريق مثل البرقان يطمح وجوده من فريق من الستة الاوائل يلعب اليوم هو مع الفحيحيل، فيطمح انه يكون موجود مع الستة. الفحيحيل عنده اصابات يعني للامانة الاصابات اللي قاعد يعني محمد الهندال ولا محمد فاضل لاعبين اصحاب اليد اليسرى مع المنتخب، يعني هما لاعبين المنتخب، الاصابات اللي قاعد تحوش لاعبين الاساسيين يعني قاعد ترهق هذا الفريق للأمانة، قاعد يحتاجون فترات طويلة للمعالجة، رغم أن وجود لاعبين صغار يعني عندهم قيمة فنية جدا يعني جيدة ويقدرون المباراة بشكل إيجابي، ولكن نتيجة لقلة الخبرة تلقاهم هم مو قادرين يواصلون هذا الفوز. فريق برقان يختلف طموحه مثل ما قال حسين حبيب في أحد اللقاء، أنا طموحي اليوم مو وصل ستة، طموحي المنافسة على البطولة، فبالتالي اليوم مختلفة، وأشوف أن كفة برقان هي الأرجح. فريق العربي ينافس على اللقب هو هدف المنافسة على اللقب، مع فريق خيطان ينافس للصعود مع الستة، يختلف الطموح وتنصب الحضور دائما او الكفه تكون ارجح لفريق العربي. وايضا بالنسبه ليرموك والنصر، النصر اليوم منتشي بفوزه على القادسيه، فريق اليرموك يلعب من دون محترفين وطموحه فقط المشاركه في هذه المباراه واعطاء فرصه للاعبين الصغار لان يبرزوا، خصوصا انه عنده اربع لاعبين منتخب الشباب، فمختلف الطموح ما بين فريق وفريق، ونتمنى اليوم نشوف مباراه ايجابيه. نتمنى اكيد نشاهد اكيد مواجهات ايجابيه ومواجهات قويه في الجوله الثانية من الدوري الكويتي لكرة اليد.
أشكر أكيد ضيفي في فقرة ما بعد النشر المحلل الفني للقناة الرياضية الكابتن حامد العمران. شكرا لك يا أبو خالد، استمتعت بتواجدك وأثريتنا من خلال أرائك الفنية في الجولة الأولى. وأنا استمتعت بحديثك يا أبو معاذ، ودائما تطلع برا الإعداد من خلال الأسئلة ومن خلال الحوار مميز للأمانة. حياك الله، وأكيد إحنا إن شاء الله مستمرين معاكم في برنامج أي تو زد، وأكيد فقرتنا راح تكون تايم لاين مع زميلتي ريم إبراهيم وضيفها الأخ العزيز مالك عدنان، وأكيد إن شاء الله راح نتابع حديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، ما أكيد راح يكون حديث مميز، لكن بعد هذا التقرير ثم لنا عودة للزميلة ريم إبراهيم. البطولة هذه يعني 3-3 حاليا وصلت الأولمبياد. قانون اللعبة 3-3 10 دقائق أو الفريق اللي قبل يوصل 21 نقطة. بالنسبة حق اليوم العنصر النسائي، العنصر النسائي يعتبر جزء من المجتمع. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وسعداء بنبتدي معاكم بهذه الفقرة الجميلة. اليوم متواجدين معاكم في صالات ومجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح، واللي راح نغطي لكم احدى البطولات النسائيه من الاتحاد الكويتي لكره السله. هذه البطوله راح يكون كل فريق له 3 لاعبات. خلونا نشوف هذه الاجواء الجميله وناخذ بعض اللقاءات ونرجع لكم مره اخرى. العام سوينا تقريبا 4 تجمعات حق الفريق 3-3 وهذه اول بطوله بهذا السنه. احنا عندنا اعداد مثل ما قلنا بطوله حق بطولات الخليج، بطوله دوليه بالبحرين من 1 نوفمبر ل 2 نوفمبر، وراها كذلك بطوله نيوم بالسعوديه بتاريخ 7 و8 نوفمبر. هذا اعداد مثل ما قلنا نلقي فيه المنتخب مره ثانيه ونعيده مره ثانيه حق البطوله هذه. الحين الفرق ما بين الجيم العادي والجيم 3-3، طبعا اول شيء حجم الملعب. احنا عندنا الملعب كامل بالجيم العادي، هني ناخذ نص الملعب الا شوي اوكي، علشان يصير يكفي الثلاث لاعبين او هم 6 لاعبين، يكفي الثلاث لاعبين. تفرق طبعا القوانين، اللي هو اهم شيء عندنا اللي هو الزون. بعد ما يستلم اللاعب الريباوند لازم يطلع من منطقه اللي هي 3 نقاط ويرجع مره ثانيه علشان يقدر يسجل سكوره. طبعا اليوم البطوله تقام على يوم واحد، اللي مشاركين فيها 9 فرق. طبعا اليوم جمعه، تعرف ويكند، فهي وقت مناسب لقضاء أوقات سعيدة بممارسة رياضة 3-3. طبعا رياضة 3-3 تعتبر مشتقة من لعبة 5-5. طبعا الكل يعرف أن طبعا 5-5 هي بداية لعبة كرة السلة، وراها بدأت 3-3 لتشجيع الأفراد على الانغراس في لعبة كرة سلة في سلة. طبعاً هي تمارس في عدة أماكن الشاطئية، وطبعاً اليوم تمارس داخل قاعة الاتحاد. فيها تركيز، وصلت الأولمبياد، فيها احنا لازم ترفع في مستوى الدولة. يعني كل بطولة انت تسويها الرينك مالك يرتفع، اللاعبات نفسهم، لأن كل بطولة تسجل لاعبة فيها الرينك مالها يرتفع، نقاطها تاخذ نقاط. ممكن من بناتنا اذا لعبوا بطولات وايده ممكن تلقائيا تتاهل كاس عالم بدون منتخب، يعني ممكن اي فريق ثاني يختارها لان الرنك مالها عالي، فتقدر تروح تلعب تشارك كاس العالم بسبب الرنك مالها مرتفع. في نقطه احب اقولها، ان الاتحاد في سبيل اقامه دراسات لحكم دولي 3-3. أغلب دول الخليج عندها 3-3، وإحنا في الاتحاد قائم على هذه الفكرة، وإن شاء الله راح تطبق قريبا عندنا هنا في الكويت، وإن شاء الله نشوف حكم دولي أو حكمة دولية في 3-3. مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا هذه الأجواء الجميلة وأخذنا بعض اللقاءات، نكون وصلنا معاكم في ختام فقرة اليوم، وعلى أن نلتقيكم في الفقرات القادمة. في أمان الله.
وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا لهذا اليوم من برنامج A to Z، ونعرض لكم فقرة تايم لاين، وأكيد دائما بحضور يعني المختصين في هذا المجال، ونتكلم عن التغريدات الرياضية. وقبل ما نعرض هذه التغريدات نرحب بضيفنا اليوم كابتن مالك عدنان، حياك الله معنا في A to Z. يعطيك العافية أستاذ ريم، وإن شاء الله نقدم الفائدة للمتابع. إن شاء الله نبدأ معاك أولى هذه التغريدات اليوم من حساب ترانسفير نيوز سنترال. حسب صحيفة يعني اليوم راح نتكلم عن لاعب مهم جدا، يعني هذا اللاعب نقدر نقول حصل على أفضل هداف لهذه العام، 100 هدف في 105 مباريات تقريبا. نتكلم عن هالند، وهالند هني يعني الكل يقول هل هو فعلا راح يبقى في مانشستر سيتي، أو مثل ما هو ممكن يفكر أنه يبتعد عن مانشستر سيتي بعد هذا النجاح اللي حققه معهم، رأيك؟ نعم، احنا نحط في عين الاعتبار يعني عدة أمور. أول شيء هالند يعني من ضمام مانشستر سيتي حققوا الثلاثية، حققوا الحلم الغائب عنهم بطولة دوري أبطال أوروبا، كان عنصر ثابت، كان هداف الدوري الإنجليزي التاريخي لموسم واحد، يعني نعم. وصل لعدد أهداف كبير في الموسم الماضي، أيضا حافظ على سجله كهداف للدوري مع أنه نوعا ما انخفض العطاء التهديفي، ولكن أثبت نفسه كلاعب هداف في بعض المباريات. فعلا ما كان في يعني فعلا ما كان في فورمته الموسم السابق، وكان يمكن عليه انتقادات كثيرة. في الموسم الحالي يمكن نقدر نقول نوعا ما رد على الانتقادات الكثيرة اللي كانت في الموسم الماضي، خصوصا أنه كان في اتهامات من الإعلام الإنجليزي أن هذا اللاعب يمكن ما يفيد المنظومة، ما يفيد الفريق، ولكن هو يمكن أعاد لنا حتى المهاجم الكلاسيكي اللي ما نلاحظ وجوده يمكن في طريقة اللعب، ولكن أيضا من ناحية تسجيل الأهداف هو لاعب يضيف الكثير من الأهداف. باعتقاد يمكن موضوع الإشاعات طبعا دائما هو موجود يعني في كل وقت، أعتقد يمكن إحنا مع انطلاق الموسم الآن إحنا يمكن تقريبا في شهر 10 إلى الآن، يمكن الحديث سابق لوانا إحنا نتكلم عن خروج اللاعب، ولكن اللاعب دائما اسمه مرتبط في الأندية الكبيرة، ولما كان في دورتموند كان مرتبط في عدة أندية، كان مرتبط في برشلونة، في ريال مدريد، في مانشستر سيتي، في مانشستر يونايتد، فمن الطبيعي أن أي نجم يكون اسمه مرتبط. باعتقادي أن اللاعب راح يكمل مع مانشستر سيتي، واعتقد ان تركيزه راح يكون موجود، خصوصا انه هو لاعب يمكن وصل لجوائز فرديه، كان منافس شرس على جائزه ذا بيست اللي تبع الفيفا، فبالتالي لما يكون لاعب بهذا العطاء وبهذا التميز ما اعتقد انه راح يفكر في المغادره الا اذا مثلا كان في عرض من نادي مثل ريال مدريد. احيانا المبالغ الفلكيه ممكن تخلي اللاعب ينتقل الى نادي اخر بالفعل، احيانا الرواتب يمكن كانت تدخل في الموضوع والامور هذه، وبالفعل يعني واخذ راتب كبير معه. نعم، ايضا نروح الى تغريده عن نجم ليفربول والمنتخب الهولندي فان دياك، الافضل من حيث دقه التمرير خلال الجوله السابقه من دوري الامم الاوروبيه. السؤال عندك اكيد احد ابرز مميزات هذا اللاعب في دقه التمريرات، ولكن ايضا هو كان عليه بعض نقول الملاحظات في اللعبه السابقه. نعم اكيد، يمكن في اللعبه السابقه هو تعرض للطرد، يعني كان خاذ انذار ثاني، والان عاد ليفربول مره اخرى، لاعب يعتبر مميز. يمكن مثل ما ذكرت موضوع التمريرات بالفعل يعني هو اضاف بعد اخر لموضوع المدافعين، انه هو التمريرات الطوليه اللي يلعبها تكسر الخطوط، تتميز بالصناعه، لاعب ايضا يمكن مميز حتى في الكرات الثابته، يسجل اهداف، مصدر خطور، فاعتقد ان هذا اللاعب يعتبر احد اميز اللاعبين، عمره 33 سنه ولكن يعتبر قائد، يعني اللي قاعد يقدمه في ارضيه الملعب من توجيهات للزملاء. هذا الامر هو يعني حتى مع تقدم العمر، لكن الى الان لا نشعر ان في مثلا مدربين حاطين في عين الاعتبار انه ممكن نستبعده في المرات القادمه، بالعكس اشوف انه او يقل العطاء عنده، او انه يعني ما عنده اي عطاء داخل الملعب مثلا، هذا الشيء غير موجود بالفعل. يمكن هو قد تقل السرعه نوعا ما، ولكن لما تكون الخبره موجوده اعتقد ان اللاعب يعني قادر على تقديم المزيد من العطاء مع نادي ليفربول او حتى مع المنتخب الهولندي. ايضا ننتقل ايضا معاك الى تغريده من حساب لايف سكور مانشستر يونايتد، منجهز عرض ب 58 مليون باوند للتعاقد مع كولومواني. هذا اللاعب يعني مميز جدا، ومثل ما قلنا هو مهاجم من باريس سان جيرمان، وهناك ما زال يعني البعض وده ياخذ هذا اللاعب ويقتنص هذه الفرصه، رايك؟ نعم، يمكن هذا اللاعب اكثر لاعب يمكن مرتبطه لقطته بلقطه الاخيره اللي كانت في كاس العالم قبل اللجوء لركلات الترجيح في مباراه فرنسا والارجنتين، وضيع يمكن فرصه كانت محققه، فبالتالي دائما يمكن الاسم مرتبط يعني بالذكرى هذه، فكده هو يسعى لتغيير هذه الذكرى. انا يمكن لما شفت اطلعت على كولوماني مع باريس يمكن ما كان اساسي بشكل دائم، هو لاعب مميز قبل القدوم لباريس، كان اساسي، كان احد هدافي الدوري، لاعب جدا مميز،
ولكن مع باريس ما كان أساسي لا في الموسم الماضي ولا حتى مع انطلاق هذا الموسم. قلنا ممكن الأمور تتغير مع رحيل مبابي، ممكن يأخذ فرصة أكبر. إلى الآن يعني على القيمة اللي مذكورة 56 مليون أعتقد أن قيمة يمكن أعلى من اللي قاعد أشوفه من هذا اللاعب، أعتقد راح تنخفض خصوصا أنه هو في الموسم ما يعتبر أساسي. هل بشكل إضافة لمانشستر يونايتد؟ أعتقد الحديث سابق لوانا، ليش؟ لازم نشوف زيركزي والتقديم اللي راح يقدم مانشستر يونايتد، هو صفقة جديدة مع مانشستر. إلى الآن نشوف أحيانا أساسي أحيانا احتياط، لكن لما يدخل مع المنظومة ممكن نشوفه بشكل مختلف. فبالتالي أعتقد يمكن الحديث سابق لأوانا في موضوع كولوماني، وإلى الآن كولوماني ما أثبت أنه من طينة اللاعبين اللي ممكن يليق. شو اللي ينقصه إلا يثبت وجوده؟ يعني الآن الفرصة موجودة متاحة له، شو اللي ينقص هذا اللاعب؟ ينقص الاستمرارية. يعني أنا بتكلم موسم الماضي فقط مسجل 5 أهداف وصانع 6 أهداف، بالتالي هذه الإحصائية ما تعتبر إحصائية قوية جدا. في هذا الموسم فقط مسجل 2، بحاجة لمضاعفة هذه الأرقام. لما تضاعف هذه الأرقام أكيد أنت راح توصل لمستوى مانشستر يونايتد وتبدأ تلعب معهم بشكل أساسي. وما في شك أن اللاعب دائما يحب يطور نفسه ويروح للأندية اللي نقول الأكبر والأكثر قيمة. بالفعل مانشستر نادي كبير. أيضا نروح إلى هذا الخبر القادم، وهذا الدفاع من تغريدة حساب مدريد زون، تشامب يدافع عن مبابي ويقول أنه حر في التواجد في المباراة. يعني صار هناك جدل وتكلمنا عنه أيضا أمس في موضوع أن مبابي بدأ يختار بعض المباريات اللي يحب يقدم فيها أو ينزل فيها، ولكن سبب ذهاب مبابي إلى السويد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، رأيك؟ نعم، يمكن كيليان مبابي احنا ما حد يختلف على العطاء اللي قدمه على المنتخب، حقق بطولة كأس العالم في 2018 كان عنصر مهم، أيضا في كأس العالم الماضي لعب دور مهم في وصولهم للنهائي، خسروا النهائي يعني كان تعادل 3-3، اتجت ركلات ترجيح حتى سجل هاتريك، سجل أيضا في إحدى ركلات الترجيح، فبالتالي لاعب جدا مميز ما حد يشكك بعطاء هذا اللاعب. بنفس الوقت لما نربطها في ديشام يعتبر المدربين اللي يمتلكون الصرامة، اللي هو دائما يكون شديد مع اللاعبين، لاحظنا استبعاد لعدة لاعبين يكون صريح، فلما نشوفه يعني يتعامل بهذه الطريقة مع مبابي معناته أن مبابي فعلا مع العذر. نستذكر قبل التوقف الدولي مبابي كان متعرض للإصابة، كانت إصابة ممكن تمتد لما بعد التوقف الدولي، فبالتالي اللاعب تركيزه مع المنتخب اعتقد انه قادر على تقديم المزيد، وبالتالي لازم يكون يعني في اخذ عطاء نوعا ما وليونه مع اللاعب نوعا ما. وايضا يمكن احنا في الكلاسيكو طبعا راح يكون بعد التوقف الدولي في تاريخ 26/10، ايضا هذه مباراه قريبه وكبيره ومهمه. مبابي بده انه يكون اساسي، يعني هو اجتهد الفتره اللي طافت انه يجهز نفسه بدنيا لهذه المباراه. كابتن مالك ممكن نقول انه يخاف من بعض الاصابات اللي تحصل ما قبل هذا الكلاسيكو القادم، يمكن حاب يحافظ شوي على نفسه اكثر. نعم، هذا الموسم اعتقد وصل لعدد مباريات برقم قياسي، يعني معدل وإصابات أيضا فعلا يعني الإصابات كثيرة، يمكن شفنا 3-4 لاعبين تعرضوا للرباط الصليبي وإصابات لغاية نهاية الموسم. الآن مبابي أيضا هو يسعى أن يكون جاهز لأحد المباريات المهمة الكلاسيكو، وأيضا عنده مباراة أمام دورتموند والكثير من المباريات، فأعتقد أن هذا الموسم موسم طويل، موسم استثنائي. بدينا نشوف يعني المعدل المباريات مرتفع جدا، في كل أسبوع نشوف مباراتين، وهذا يمكن يعتبر مجهد على اللاعبين. أيضا نروح إلى تغريدة من حساب ترانسفير نيوز، لامين يامال بعمر 17 سنة لكن له قيمة حالية تتجاوز 150 مليون، السؤال هل فعلا يستحق هذا النجم الأسباني إنه يوصل إلى 150 مليون، وبالرغم نقول العمر الصغير هذا العطاء اللي قاعد نشوفه منتخب اسباني يستاهل انه يوصل لهذا المبلغ، خصوصا يمكن مع التضخم اللي صاير في كره القدم في الاونه الاخيره، اللاعبين بدات توصل لمبالغ فلكيه. شفنا بلينغهام يمكن 100 مليون زائد المتغيرات توصل ل 140 مليون لما انتقل ريال مدريد. فبالتالي هذه المبالغ خلاص صارت يعني ما هي غريبه على كره القدم. ايضا يامال على اللي قدمه في بطوله اليورو السابقه وعمل يعني يمكن بطوله رائعه جدا، كان احد اميز اللاعبين ابرز اللاعبين بعمر صغير، كان 16 سنه في بطوله اليورو، وصل 17 يمكن قبل النهائي، الان هو 17 سنه قاعد يعني ايضا هذا العمر الصغير يعني ما شاء الله عليه متمكن رغم الخبره، ايضا الخبره مع العمر بالفعل. يعني هو اللي يميز هذا اللاعب العقليه، ان اللاعبين احيانا لما يكون صغير في العمر بالتالي يمكن ما يوصل النضج، او لما يشوف مثلا اشاده اعلاميه ممكن هذا اللاعب يتجه للغرور، ولكن يامال ما تجه لهذا الاتجاه، بالعكس كان كل تفكير انه هو يطور نفسه، ما اصابه موضوع الغرور او غيره من هذه الامور، فبالتالي غير مستغرب ان هذا اللاعب يوصل لهذا المبلغ، خصوصا ان برشلونه اصلا بيحاول يحافظ على هذا اللاعب انهم عارفين قيمته وعارفين اهميته، خصوصا انه هو صعد من الماسيا. يعني ما راح يستغنون عنه في المواسم القادمه ما اعتقد، يعني ما اعتقد انه راح يستغنون عنه، هم محتاجين ابناء النادي. ايضا نروح الى تغريده جديده من حساب بارسا يونيفرسال، برشلونه يفكر بابقاء حارس المرمى تيير شتينغ لسنوات طويله مع النادي، رغم ان نشوف هذا اللاعب تعرض يمكن للكثير من الاصابات وعنده اكيد عطاء كبير مع برشلونه لسنوات طويله كانت، ولكن هل القادم
افضل لهذا الحارس، خاصه ان يمكن ذكرنا انه عنده اصابه كان في 2020، اصابه ثانيه في 2024، هل ممكن تعوقه تخليه يستريح شويه فتره طويله؟ بالفعل نقطه مهمه جدا انه تعرض نفس الاصابه تقريبا، ويمكن الاصابه الحاليه اخطر طبعا، هو نفس الاصابه بس يمكن الاصابه هذه راح تطول معاه اكثر. يمكن هذا الحارس تعود يمكن على سوء الحظ، هو مع المنتخب الالماني كل ما يسعى انه يحاول يكون اساسي، لما اصيب نوير هو رد اصيب مره ثانيه، بالتالي حتى ما قدر يمثل المنتخب الالماني، كان يعاني من سوء حظ. ايضا في هذا الموسم كان في عليه انتقادات، كان ممكن جماهير برشلونه ما كانت راضيه عن هذا الحارس، وشفنا انتقادات وشفنا الكثير من الفيديوهات بالفعل يعني. كان عليه انتقادات كثيره في هذا الموسم، الان يمكن قصر حق نفسه والاصابه كانت خير لغايه نهايه الموسم. يمكن هالمره راح تكون اصعب بحكم انه خلاص كبر في العمر، عدى 30، احيانا عمليه الاستشفاء يمكن تحتاج الى وقت اطول، فاقول الله يعينه، مع انه هو يمكن قبل موسمين كان احد ابرز الحراس، من افضل الحراس اللي عمل تصديات، حط ارقام قياسيه في الشباك النظيفه في الدوري الاسباني، فاعتقد انه هو حارس مهم ولكن يعاني من سوء حظ. انا اتوقع له ان شاء الله يمكن خلال فتره الاستراحه اتوقع انه يرجع اقوى من السابق، البعض دائما الخبره تضاف الى هذه اللاعبين وخاصه حراس المرمى. بالفعل يعني هم محتاجين الى بعض الوقت وايضا للتركيز. شكرا لك كابتن مالك على حضورك اليوم وقواك الله. شكرا. الله يقويك. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة برنامج A to Z، نترككم في حفظ الله ورعايته ونشوفكم في حلقة قادمة. يعطيك العافية.